ما هو تفسير شرب الماء في المنام؟ قال ابن سيرين: الماء حياة، لقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فمن شرب من ماء مطلق فإنه حياة طيبة ورؤياه خير ومنفعة وإن كان كدرا فضد ذلك. وقال ابن سيرين: إن رأت امرأة أنها تسقي الماء فإنها تمشي بين الناس بالكذب، ومن رأى أنه شرب ماء أكثر مما يشربه في اليقظة فإن عمره يطول، وإن شرب الماء صافيا فإنه يدل على سلامته من عدو ودفع كد وشدة في المعيشة، وبسط اليد في الماء تصرف في الأمور. من رأى أحدا دفق عليه الماء فإنه يحصل له منه خير ومنفعة، وإن كان الماء كدرا أو مكروها في الطعم والرائحة فتعبيره ضده. من رأى أنه أحرز ماء بما لن يمكن الحرز فيه فإنه يعتمد على من لا ينفعه، وأما الماء إذا كان فيه شيء من الأواني فيؤول بكل واحد على قدر ما يأتي في فصله في الباب 72. من رأى أنه أخذ ماء بثوبه فإنه نقص في ماله ودنياه. من رأى أنه أخذ ماء في إناء جديد زجاج فشربه فإن امرأته تحمله، وإن كسر ماتت الأم وسلم الولد، وإن كان بخلاف ذلك فضد ذلك. من رأى أنه أخذ ماء من قنطرة فإنه يستفيد مالا من مثل ذلك الرجل، ومن رأى أنه أعطى أحدا ماء بغير ثمن فإنه يفعل المعروف وربما تسبب لمكان في عمارة. قال أبو سعيد الواعظ: من رأى أنه أعطى ماء في قدح يرزق ولدا. قال الكرماني: الماء الحار ضعف وحزن، أما الماء الحار الشديد فغم من جهة سلطان جائر، فمن رأى أنه استعمله بالليل أصابه فزع من الجن وإن كان كدرا فهو دهش. وقيل: المياه الكدرة من حيث الجملة سلطان جائر، وكل ما تجري عليه المياه ينسب إلى الشدة. أما الماء الراكد في التأويل فأضعف من الجاري، وقيل: حبس لمن رأى أنه وقع فيه. الماء المالح غم وهم، والماء الكدر سوء معيشة. من رأى أن الماء غار فإن كان ملكا فإنه يعزل، ورؤياه لغير الملوك ذلة وعدم إعانة، لقوله تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين. ومن رأى أن بيده قدحا يشرب منه ماء من أي مكان كانت جارية فيه الماء أو راكد فإنه يصيبه بلاء ومحنة. قال جعفر الصادق: رؤيا المياه يؤول على 5 أوجه: يقين صادق، وقوة، وأمر صعب، ومنادمة الأكابر، وعمل من وجه ذي سلطان. من رأى أنه حول الماء إلى مكانه وبستانه فإنه يدل على نكاح امرأة أو تسر بسرية. من رأى أن في داره ماء على أي وجه كان وهو صاف فإنه حياة طيبة وربح ومعيشة، وإن كان بخلافه فتعبيره ضده. من رأى أنه دخل ماء وهو بثيابه ولم تبتل أو كان مستورا فإنه يؤول بقوة الدين وصحة اليقين والتوكل على الله في جميع الأمور، وتكون أموره مستقيمة في الدنيا والآخرة. من رأى أنه شرب ماء من قدح ولم يسعه فإن رؤياه تدل على نشوز امرأته. من رأى في داره ماء أسود فإنه يؤول بخراب الدار، وشربه يدل على العمى، والماء المنتن مال حرام. من رأى أنه في ماء وهو قوي البدن فإنه يؤول على اشتغاله بأمر صعب من جهة ملك، ويكون قوله مقبولا خصوصا إن كان منسوبا لذلك الأمر. الماء الأصفر مرض شديد يحتاج إلى معالجة كبيرة وربما أدى إلى الهلاك. من رأى ماء محرزا في شيء من الأشياء فهو دليل عمره، فما شربه منه وكان قدر ما مضى من عمره، وإن تأخر منه شيء تؤول على قدره، وإن شرب الجميع دل على فراغ أجله. وأما جميع المياه التي تستخرج بالعلاج من أي شيء كان فهو رزق ومنفعة. من رأى ماء يصب بمكان فإنه يؤول على خصب تلك الأرض في تلك السنة، لقوله تعالى: إنا صببنا الماء صبا. ومن رأى أنه نظر في ماء صاف فرأى وجهه فيه حسنا فإنه يحسن إلى أهل بيته، وصب الماء إنفاق مال، وجريانه من تحت القناطر خير لرجل يتوصل به الناس إلى مقاصدهم. من رأى أنه يحول ماء بحر دل على حصول مال بواسطة رجل قليل الدين.
إن رأى أنه يشرب من قدح ماء صافي نال خيرا من أهله وولده، والقدح الزجاج رجل، وإن كان من معدن أو جوهر فهو امرأة.